التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة. ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها. وشدد الرئيس السيسي على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة. كما أكد الرئيس السيسي على أهمية تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ. توجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة إلى العاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا تيكاد الذي يعقد غدا الجمعة ولمدة يومين. ويعقد الاجتماع الوزاري لتيكاد هذا العام تحت عنوان المشاركة في إيجاد حلول مبتكرة مع إفريقيا، ويهدف إلى تحديد أولويات تنموية متوسطة وطويلة الأجل في السنوات القادمة للشراكة بين إفريقيا واليابان بما يساهم في تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة في إفريقيا. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأعلنت السلطات الصحية في غزة عن استشهاد 11 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن إصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بيت لهيا شمال قطاع غزة. هذا واستهدفت غارات مكثفة لقوات الاحتلال مناطق متفرقة بأبراج القسطل شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بينما استهدفت غارات مماثلة منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بينهم أطفال ونساء. تبادل حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي قصف على طول الحدود، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم موقعا تابعا لحزب الله في مبنى بقضاء صور جنوب لبنان بعد أن أطلقت قذائف صاروخية باتجاه بلدة زرعيت شمال إسرائيل. كما قصف الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية منطقة عيت الشعب وعلم الشعب جنوب لبنان. وردا على العدوان الإسرائيلي أعلن حزب الله أنه قصف موقع المالكية بالقذائف المدفعية وقصف ثكنة ترميم الإسرائيلية برشقة من صواريخ الكاتيوشا. أعلن الجيش الأمريكي أن حاملة الطائرات USS إبراهام لينكولن والمدمرات المرافقة لها وصلت إلى الشرق الأوسط. وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط سينكوم أن حاملة الطائرات USS إبراهام لينكولن المجهزة بمقاتلات F-35C دخلت نطاق مسؤولية سينكوم، وبذلك يرتفع عدد حاملات الطائرات الأمريكية الموجودة حاليا في الشرق الأوسط إلى 2. أعلنت روسيا أنها أحبطت محاولة تسلل للجيش الأوكراني في منطقة بريانسك الحدودية المجاورة لكوسك التي تشهد هجوما للجيش الأوكراني. هذا وتخوض القوات الروسية قتالا عنيفا ضد القوات الأوكرانية في منطقة كوسك منذ 6 أغسطس عند اقتحام الآلاف من القوات الأوكرانية الحدود الغربية لروسيا. أعلن تيم والز في خطاب رئاسي ألقاه أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو قبوله رسميا ترشيح الحزب له لمنصب نائب الرئيسة. وركز والز في خطابه على حماية حريات الأمريكيين وبناء مستقبلهم. كما هاجم والز المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب مشيرا إلى أن أجندته لا تخدم أحد سوى الأثرياء والأصوات الأكثر تطرفا، وأنه إذا عاد للبيت الأبيض فسيلغي قانون الرعاية الصحية الميسرة. وأضاف والز أن ترامب ونائبه سيدمران الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وسيثقلان كاهل الطبقة المتوسطة.
أعلنت الشرطة الهندية أن انفجاراً وقع في مصنع للأدوية أسفر عن مقتل 17 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح غالبيتهم بحروق ناجمة عن مواد كيميائية. وأكدت الشرطة الهندية أنه لم يبقى أحد محاصراً داخل المبنى وأن عمليات الإنقاذ انتهت. وأضافت أن المحققين يعتقدون أن انفجار مصنع الأدوية ناجم عن تسرب غاز. Thank you.